صباح النور لكيب. اليوم ان شاء الله بما اننا بدينا هذه السلسله تاع التحديث 48 ولايه ان شاء الله ربي يوفقنا فيها. المهم خوتي، اول ولايه طبعا اللي راح نبدا بها ان شاء الله هي ولايتي، ولايه الاغواط، باسكو راني ساكن فيها خوتي، وهي بوابه الصحراء، هي اللي تفتح لنا المجال باش نروحوا ان شاء الله للصحراء ونزيدوا نتقدموا ان شاء الله في فيديوهات اخرى ان شاء الله. المهم خوتي، قبل بدايه هذا المقطع ما تنساوش تعطونا لايك والاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. خلونا مع انترو ونعود نرجعوا للفلوغ نتاعنا ديريكت. اي ليتس جو. ولاية الأغواط أو تقدر تقول عليها بوابة الصحراء، كي تجي تهدر عليها تحسبها مغير صحراء وهي جنة من الغوط، يعني واحد، لذلك سميت بالأغواط وهي جمع كلمة غوط. الآن مادامنا شرحنا لكم الاسم تاعها، خلونا نروحوا نشوفوا أجمل التراث فيها ونشوفوا التقاليد نتاعها ونشوفوا اللبس العريق نتاعها. قدامنا نروحوا للتقاليد نتاعها، كاين ياسر حوايج اللي جذبتني في ولاية الأغواط. أنك وين ما تروح تلقى فن يعتز بالثورة والاستقلال وتاريخ جدودنا. إيه هما ننساوش نساها الحذقات اللي يطيبوا ذيك الخبزة تاع المطلوع مع ذيك التشيشه تاع القمح. آه يا سلام. إيه تحسبوني كملت؟ ما نحكي لكمش على ذاك الطعام باللحم والمردود بالهرماس اللي يدار فيه كل جمعة. آه يا سلام، لازم لك تجي وتجرب سيرتو في نهار الجمعة. ها وما ننساوش جنان البايلي اللي سهروا وابدعوا فيها شيوخنا وشبابنا باش يوفروا للأجيال أفضل مكان. ما دامنا حكينا على نساها ورجالها، خلونا نحكو لكم على هندامها ولباسها اللي زينو يلمع كي زين المرجان. نعم يا سامع، راني نحكي للحايك والملحفة والبرنوس، وما ننساش زهوات وعراسها كل خميس. ويا حسرة على ذيك الجوامع والبنايات العتيقة
كل ما نعقب عليها نتفكر حكاية زمان. وفي الأخير نقول مستحيل نوصفك كلك من مكان لمكان يا جنة الأغواط. وتحياتي لخوتي اللي وقفوا معايا وقفة رجال، تحياتي يا خوتي، نحبكم بزاف بزاف.